مساء الخير. حلقة جديدة من سوريا اليوم، وفيها ارتفاع حدة المواجهات بين عشائر عربية وقسد، وأسبوعان على انتفاضة السويداء. في محورنا الأول، تزيد حرارة الأجواء شرقية سوريا، وتزيد معها حدة انتفاضة العشائر العربية ضد قوات سوريا الديمقراطية. تتوسع رقعة المواجهات ويرتفع عداد القتلى. تراوغ قسد تتهم العشائر بالتبعية للنظام أو لتنظيم الدولة، ويصر مقاتلو العشائر على طرد قوات سوريا الديمقراطية من جميع قرى شرقي دير الزور، فيما تشهد منبج مواجهات وتبادل سيطرة. يرفض وجهاء العشائر التفاوض مع قسد، ويصرون على مواصلة الزحف، فيما يصمت التحالف الدولي وتكتفي واشنطن بالدعوة إلى التهدئة. فما هي نتائج التصعيد، وإلى من سترجح الكفة في النهاية؟ في محورنا الثاني، 14 يوما بلياليها ما زال صوت المحتجين في السويداء يصدح. تشهد المدينة يوما تاريخيا، يجتمع في ساحتها الرئيسية أكبر عدد من المتظاهرين أمس الجمعة، وتستمر الأعداد بالتزايد اليوم وغدا وربما بعد غد، حتى تحقيق مطالبهم في الحرية وإسقاط النظام. منذ خرج النداء من السويداء ارتد صداه في إدلب وحلب ودرعا والجولان المحتل. يقطع المحتجون الشعرة التي تربطهم بنظام الأسد، متجاوزين الخط الأحمر، فيما يواصل الأسد سياسة التجاهل وإدارة الظهر لما يجري. وتقتصر ردود الفعل الدولية على تأييد غربي ودولي خجول. فإلى متى يستمر حماس المتظاهرين؟ وهل يصم النظام آذانه عن الأصوات المنادية برحيله ويستمر بالتجاهل؟ أهلا بكم. تتواصل الاشتباكات بين مقاتلي العشائر وقوات سوريا الديمقراطية في دير الزور. وقالت شبكات محلية إن مقاتلي العشائر تمكنوا من السيطرة على مساحات واسعة من الريف الشرقي. هذا وجدد مقاتلو العشائر هجماتهم على قسد شمالي منبج في وقت دعا فيه التحالف الدولي إلى وقف العنف في المنطقة. انتفاضة العشائر في دير الزور وتوجيهها ضربات قاسية إلى قوات سوريا الديمقراطية تعد العنوان الأهم في يوميات التطورات السورية، إذ سيطر مقاتلو العشائر الذين يخوضون اشتباكات مع قسد منذ أيام على بلدات وقرى ونقاط جديدة، في حين تتجه فوهات بنادقهم نحو أهداف أخرى، وهي تطورات تسببت بحسب شبكة فرات بوست بمقتل 12 مقاتلا من أبناء العشائر خلال 24 ساعة الماضية. ومع اتساع رقعة الفزعة العشائرية لدير الزور، نفذ مقاتلو القبائل في شمال غرب سوريا هجمات على نقاط عسكرية تتبع للنظام وقوات سوريا الديمقراطية شمال مدينة منبج بريف حلب الشرقي، سيطرت خلالها على عدد من المواقع والنقاط وسط تعرضها لقصف من الطائرات الروسية ومدفعية قوات النظام. وهنا يطرح تساؤل حول إمكانية بدء معركة أكثر شمولية تستهدف مناطق سيطرة قسد في حلب والرقة والحسكة، إذ ينتشر مقاتلو العشائر في مناطق يسيطر عليها الجيش الوطني الذي سبق أن شن عمليات عسكرية بدعم تركي استعاد خلالها مناطق شاسعة كانت تسيطر عليها قسد. أما قسد التي خسرت العشرات من عناصرها بين قتيل ومصاب وأسير، فقد دفعت بأرتال عسكرية جديدة باتجاه نقاطها المتمركزة في مدينة الرقة وريفها. وقالت في بيان رسمي إن العملية العسكرية التي أطلقتها في دير الزور لا تستهدف العشائر العربية بل عناصر مرتبطين بقوات النظام. ويأتي البيان بعد إعلانها عن حظر للتجوال بريف دير الزور الشرقي بدءا من صباح اليوم السبت ولمدة 48 ساعة نتيجة للأوضاع الأمنية الأخيرة. مطلبنا مطلب عشائر عام.
بدوره رفض شيخ قبيلة العقيدات الشيخ إبراهيم الهفل دعوة قسد للتفاوض، معتبراً أن حديثاً عن التهدئة والتطورات الميدانية يكون فقط مع ممثلي التحالف الدولي. وفي خضم هذه التطورات يصدر التحالف الدولي بياناً يعلن فيه استمرار دعمه لقسد في المنطقة بحجة محاربة تنظيم الدولة، ودعا التحالف جميع الأطراف في شرقي سوريا إلى إنهاء العنف بشكل فوري، لتصدر الخارجية الأمريكية بياناً هي الأخرى تعبر فيه عن قلقها العميق إزاء أعمال العنف الأخيرة بما في ذلك الخسائر في الأرواح في دير الزور. ويرى مراقبون أن الموقف الأمريكي الأخير يعد انتكاسة لقوات سوريا الديمقراطية التي تقف اليوم أمام تحد كبير لا تعلم كيف ستكون نهايته. للحديث عن هذا الموضوع نرحب بضيفينا الشيخ محمود الجبن الجار الله المتحدث باسم عشائر دير الزور معنا في الاستوديو، والعميد نبيل الدندل أحد شيوخ قبيلة العقيدات في دير الزور وناشط سياسي من جنيف. مرحبا بكما، مرحبا بك شيخ محمود. لماذا ترفضون كشيوخ عشائر في المنطقة المفاوضات مع قوات سوريا الديمقراطية؟ بداية تحية لك وللسادة المشاهدين. المفاوضات لا تتم الآن والدماء تسيل في المنطقة. الآن عصابات قنديل جاءت بكل جحافلها إلى دير الزور، والآن المعارك مستمرة. قطعوا المياه على بعض المدن من مدينة البصيرة. لا يمكن أن تكون المفاوضات وقواتهم أو عصاباتهم تقاتل في محافظة دير الزور. يعني هذا الموقف إلى حين ماذا؟ إلى حين توقف؟ يعني العشائر هي أنتم من يعني سيطرتم يعني على مناطق كانت تتبع لقسد، ما الذي تريدونه يعني من قوات سوريا الديمقراطية بالضبط؟ نحن نريدهم أن يسحبوا كل عصاباتهم من المنطقة إلى أماكنهم، لا يكونوا في دير الزور. نريد رحيلهم من دير الزور كافة، من كل محافظة دير الزور، من الريف الشرق الشمالي. لا نريد حوار معهم، نحن نريد الحديث يكون مع التحالف الدولي. نريد أن تكون إدارة المنطقة سياسيا وعسكريا ومدنيا بيد أبناء المنطقة، بيد عرب المنطقة الأصليين. محافظة دير الزور لا يوجد فيها محتلين، لا نسمح للمحتلين أن يتواجدوا فيها. عصابات قنديل ليس لهم في دير الزور شيء. ماذا يفعلون الآن عصابات قنديل في دير الزور؟ يعني تريدون إخراج قسد بالكامل، إخراج قسد من كامل من محافظة دير الزور ومن المناطق العربية أيضا، ليست فقط من دير الزور. طيب أشرت إلى التحالف، أريد أن أسأل عميد أحمد، يعني التحالف الدولي موقفه البعض يعني يقول ليس واضحا، رغم أنه أصدر بيان قال فيه أنه يدعم قوات سوريا الديمقراطية لكن في مواجهة تنظيم الدولة، قال يعني لم يذكر موضوع العشائر. كيف يمكن قراءة موقف التحالف؟ عميد أحمد الدندل هل تسمعني؟ العميد نبيل مو أحمد، أنا اعتقدت أنك مساء الخير إلك. مساء الخير، عذرا عميد نبيل تفضل. والله يا أخي الكريم، يعني مشان نحكي نعطي موضوع دير الزور نعطي حجمه الحقيقي، لابد ما نحكي مقدمة لهذا الحراك الذي حدث في دير الزور والرقة والحسكة. أنت تعرف وكل المشاهدين بيعرفوا أنه ثورة عيال معروف في السويداء والحراك الذي تم في الساحل السوري أصاب النظام وإيران ومن يتبعهم بالهلع، لأن لها رمزية. ثورة عيال معروف في السويداء لها رمزية تاريخية، لأن استقلال سوريا بدأ بالثورة السورية الكبرى التي انطلقت من السويداء بقيادة سلطان باشا الأطرش الله يرحمه. هذا الأمر الخطير جعل النظام وإيران يعيشون دوامة، ووضعوا بموقف لا يستطيعون فيه اتهام العلويين و والدروز بأنهم إرهابيين أو أنهم من الدواعش. هذا موضوع
لا يمكن حدا يسمعه ولا حدا يقبله. هذا الأمر الأول. الأمر هذا الحقيقة أجس النظام وقسد التي هي ذراع من أذرع بشار الأسد في المنطقة. هذا الموضوع أخي الكريم يعني قسد. نحن بنعرف من الذي صنعها هو حافظ الأسد، والذي سلحها هو حافظ الأسد، والذي أنشأها وقواها حافظ الأسد. قسد جاءت إلى دير الزور والحسكة والرقة لكي تكون ذراع بشار الأسد في هذه المنطقة. ونحن لا نتحدث من أنفسنا، نتحدث بالأدلة. أخونا رياض حجاب ذكر أنه في اجتماعه مع بشار أسد قالوا أنه هذول البيكيكي جماعتنا وهذول من ربعنا، فنحن بدنا نقدم يد المساعدة لهم. يعني عميد نبيل، أنت يعني تريد أن تقول أنه النظام وإيران هم من أوعزوا إلى قسد بالتحرك، رغم أنه قسد تتهمكم أنتم يعني بأنكم هناك؟ لا أخي، الأمور واضحة، والإعلام شيء والواقع شيء آخر. الحراك في اللاذقية وفي الساحل وفي جبل دروز هو حراك وطني وحراك عظيم، وهو مفرغ طرق للثورة السورية في أيامها هذه. لذلك هم أرادوا أن يقطعوا الطريق أو التواصل ما بين الداخل وما بين السويداء والساحل. لذلك حدث أمرين. الأمر الأول هو ما قامت به قسد بشكل مفاجئ باعتقال أحمد الخبيل، والأمر الثاني أذرع النظام في إدلب الذين قاموا بمهاجمة قوات النظام على حدود إدلب لكي يبعثوا رسالة للساحل أنه في حال سقوط بشار الأسد سيكون مصيركم القتل. لذلك هذه اللعب لم تعد تنطلي على أحد أخي الكريم. يعني ما يجري في دير الزور هو انعكاس لما يجري في السويداء ولما يجري، ونحن الآن في الثورة السورية الثانية، الثورة السورية الكبرى الثانية. نحن في حراكنا في دير الزور والرقة والحسكة هو امتداد لحراك السويداء وامتداد لحراك الساحل. الشعب السوري وصل لمرحلة يعني يا الموت أو الحياة، لم يعد لديه شيء يخسره في مقاومة المشاريع في المنطقة، سواء من النظام أو من إيران أو من روسيا أو من غيرها من الدول. طيب يعني شيخ محمود، يقول العميد نبيل أنه هذا جزء من الحراك الثورة، يعني هل فعلا أنتم تعتبرون أنفسكم جزء هذا من الحراك يعني المناهض للنظام ولقسد؟ لأنه هناك ما يزال هناك ضبابية بصراحة، أنه هذا الحراك هل هو، ما هو موقفه من النظام، من تنظيم الدولة، من مختلف الأطراف الفاعلين والمسيطرين على الجغرافيا السورية؟ نعم، الحقيقة هذا الحراك فعلا امتداد لحراك الثورة، لأنه أبناء عشائر دير الزور منذ 2011 قاموا بالثورة وحررنا 90% من محافظة دير الزور سابقا. وموضوع داعش يعني يتغنون بأن يوجد هناك دواعش، لا يوجد دواعش في المنطقة أو في الحراك، لأننا أيضا احنا قاتلنا داعش عندما دخل داعش المنطقة لستة أشهر، ورفضنا الآن ورفضنا قبل دخول البيكيكي إلى أراضينا. وعندما كانت هناك ترتيبة من التحالف الدولي من أجل أن تكون قوات سوريا الديمقراطية على أن تكون القوات من العرب والكرد السوريين، ليس كرد اللي من خارج الحدود، وكان هناك على أمل أن تكون شراكة في عملية سياسية حقيقية بين العرب والكرد السوريين، ورفضنا نحن إلا أكدنا ألا أن تكون بين العرب والكرد السوريين. لكن الكرد أنفسهم أو جماعة بيكيكي وجماعة بوايدية وجماعة عصابات قنديل الظاهر دخلوا في هذا التشكيل ورفضوا أن يكون هناك يعني حتى الأكراد أنفسهم في المنطقة أن يشاركوا في هذه العملية السياسية. يعني أنتم بالنسبة لكم المشكلة هي إقصاءكم من يعني إدارة المنطقة وإبعادكم من قبل الإدارة الذاتية؟ إحنا ما هدفنا، ما قمنا بهالثورة وقدمنا آلاف الشهداء من صفوة الصفة من شباب سوريا من أجل أن تأتي عصابات قنديل تحكمنا سياسيا ونكون نحن نطالب بإدارة أو نطالب بأمور الحياة الطبيعية. نحن قمنا لإزالة النظام من أجل أن نقود مناطقنا بأنفسنا، الإدارة والعملية السياسية أن لا تكون بيد عصابات تكون من خارج الحدود. طيب أنا سألت عميد نبيل حول موضوع التحالف الدولي، والحقيقة أنه
أحد مشايخ عشيرة الكير يعني قال في تصريح لتلفزيون سوريا إنه التحالف من المرجح يعني كما يقول إنه راضي نسبيا عما يحصل وتقدم العشائر في هذه المناطق وخسارة قسد بالمقابل. هل هذا يعني صحيح؟ إلى أي درجة دقيق يعني موقف التحالف؟ هل هو داعم لحراك أو تحرك العشائر وهذه المعارك؟ يعني إذا نقدر نقول داعم، كان تغيرت موازين القوة من أول يوم يعني. أما هو ما هو داعم لهذا الحراك ولا داعم لقسد، يعني هو شبه موقف يترقب. الظاهر في بالهم شيء، التحالف، قيادة التحالف ممكن بدهم يعملوا فركة إذن لقوات قسد، الظاهر في خلافات بينهم لا أدري، لكن هو يعني زين أنه ما يكون داعم للطرف الآخر لقوات سوريا الديمقراطية أو على هذا يعني موقفه. الآن احنا نطالب التحالف أن يتدخل الآن، أن يتحمل المسؤولية من أجل إخراج ميليشيات قسد وعصابات قنديل من المنطقة. طب ماذا لو تدخل لصالح قوات سوريا الديمقراطية اللي هي حليفة التحالف بالأساس؟ شوف المنطقة، التحالف يهمه يحافظ على مصالحه في المنطقة، والمنطقة تعرف في مصالح كثيرة للتحالف هناك، يهمه الحفاظ على مصالحه قبل مصالح قسد وغيرها. فالحفاظ على مصالح التحالف في هاي المنطقة بالتنسيق مع أبناء المنطقة أنفسهم، فلا أعتقد أن التحالف راح يكون بهذا الصف أنه يدعم عصابات قنديل أو قسد على أبناء المنطقة أنفسهم. عميد نبيل، كان هناك عملية عسكرية نفذها أيضا مقاتلون من العشائر لكن في محيط منبج شرقي حلب، هل هي متصلة؟ هل هناك تنسيق؟ هل يعني هناك نية لتوسيع دائرة المعارك؟ نعم أخي الكريم، هناك ترابط ما بين الحراك العشائري في دير الزور والحراك الذي يجري في منبج وغيره. نحن كخطة عشائر الآن لدينا ثلاث مراحل في صراعنا اليوم. الحرب على على رجال قنديل نحن نعتبره حرب على النظام، وبعد الانتهاء من طرد قسد سيتم طرد النظام من محافظة الحسكة وجعل منطقة الجزيرة هي منطقة أمان لكل السوريين ومنطقة آمنة كما كنا نخطط سابقا، لكن لم يحالفنا الحظ في ذلك. لذلك نحن بعد الانتهاء من قسد سيتم التوجه إلى النظام، ومن بعد النظام سيتم التوجه إلى أدلب لاستئصال القوى التي لبست لباس الدين والتي تعمل مع النظام، التي حاولت أيضا أن تساعد النظام في هذه اللحظة من خلال قيامها ببعض الحركات التي خوفت أهل الساحل. طيب لكن يعني عميد نبيل، ما تقوله يعني هذا يحتاج إلى قوة عسكرية هائلة وغطاء سياسي. نحن لدينا الإرادة ولدينا ونحن أصحاب الأرض، واللي ما يدرس التاريخ قبائل الفرات وقبيلة العقيدات بالذات، اللي يدرس التاريخ هي حاربت دولتين من أكبر الدول في ذاك الدول العظمى، بريطانيا وفرنسا، بسلاح فردي. الموضوع موضوع إرادة وموضوع تصميم. نحن اليوم السؤال اللي نسأله، تركيا صار لها 11 سنة عم تحكي أنه قسد وقنديل، الآن فرصتها الذهبية لدعم هذا الحراك وتقديم السلاح وتقديم المعونة لهذا الحراك للخلاص من قنديل. لكن يبدو أن الدول كلها بنفس السيستم، كلها لها مصالح خاصة ومصالح شخصية، وتتخذ من قسد ومن داعش ومن تتخذ منها شماعة. طب هل يعني حصلتم أو يعني كان هناك تواصل، تلقيتم دعما أو وعدا بدعم من جهة ما؟ والله يا أخي الكريم، نحن قضية الدعم هي التي دمرت الثورة السورية. نحن لم نطلب الدعم من أحد ولم ننتظر الدعم من أحد. نحن هذا قرار الشعب في الفرات، إما الحياة وإما الموت، إما أن نعيش بحرية وبكرامة وإما أن نموت، والموت في كما يقول المثل الموت هو وجهنم في العز أفضل من، يعني الموضوع صفة. لكن أنت سألتني عن التحالف الدولي. التحالف الدولي الحقيقة اليوم إيران، يعني نحن كنا متعاملين إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية صادقة في طرد إيران من المنطقة
المفروض الآن تساعد الحراك العربي للقضاء على قسد والانتقال فيما بعد. ومن أحد برامج الحراك العشائري هو طرد الإيرانيين أيضا من الفرات ومن سوريا عامة. نحن اليوم عم نحارب على أكثر من الصعيد أخي الكريم، عم نحارب قسد، عم نحارب إيران، عم نحارب روسيا، عم نحارب الصين، وعم نحارب كل العالم عم نحاربه نحن من خلال هذه الثورة العظيمة اللي صار لها 10 سنين. طيب بصراحة عميد نبيل، يعني أنت تعلم هناك كانت تقارير إعلامية تحدثت غربية حتى عن مشروع أمريكي لدعم يعني قوة عربية تكون على الحدود السورية العراقية الأردنية، هل جرى التواصل معكم بخصوص مشروع من هذا القبيل؟ أنا شخصيا لم يتواصل معي أحد، ولكن نحن اليوم أخي الكريم بالنسبة لعشائر الفرات وأيضا عشائر الفرات العراقية وليست فقط السورية، الآن بدأ حراك جديد. هناك معاناة في لدى عشائر العراق ومعاناة لدى عشائر سوريا، معاناة من داعش ومعاناة من النظام ومعاناة من قسد ومعاناة من القوى الإقليمية الأخرى روسيا وإيران اللي داخلة. يعني كما قلت أنت الموضوع ما هو سهل، ولكن الإرادة لما تنوجد الإرادة والتضحية ساعتها بيكون الأمور مختلفة. ساعتها راح يشوف المجتمع الدولي بيشوف أنه يعني في مثل بيقول إن لم تستحي فافعل ما شئت. يظهر أن هذه الدول وهذا النظام وإيران أصبحوا يعملون بدون حياة وبدون قيم وبدون أخلاق وبدون أي شيء. طيب شيخ محمود، الآن يعني هل لديكم رؤية واضحة؟ ما الذي تريدونه بالضبط؟ طرد قسد، طيب ماذا بعد ذلك؟ احنا نملك رؤية وأهداف، لدينا خطة وخارطة طريق لقيادة المنطقة إلى بر الأمان. بعد خروج قسد من المنطقة أن تكون عملية سياسية مع التحالف بالتنسيق مع التحالف الدولي. الآن أنشأنا في الداخل أبناء العشائر وأبناء المنطقة إدارة مدنية للحفاظ على المنشآت العامة، للحفاظ على الممتلكات في هذا الوقت الحمد لله. المطلوب الآن من التحالف أن يضغط من أجل إخراج ميليشيات قسد وميليشيات بي كي كي من المنطقة. طيب ألا تعتقد التحالف حتى الآن يعني لم يعلن عن دعم، صح؟ دعم مقاتلي العشائر. طب ماذا لو لم يعلن ذلك؟ ما هو الغطاء في هذه الحالة؟ ألا تخشون مثلا من أن يستفيد النظام السوري من ذلك وبالتالي يعني يقتحم هذه المناطق؟ شوف، النظام السوري وقسد هم وجهين لعملة واحدة، جماعة البي كي كي وجماعة عصابات قنديل. هم يعني أنه سمعنا احنا من هذا الكلام أنه ممكن النظام يدخل، هو يعني هدد بذلك أكثر من مرة سابقا، أو متهم المنطقة مثلا أنه ممكن في تنسيق مع النظام. قامت بث إشاعات جماعة قنديل أنه هذول الجماعة ممكن دعمهم النظام. المنطقة اللي دفعت أبناء العشائر في محافظة دير الزور، أبناء العقادات وكل العشائر اللي دفعت آلاف الشهداء وقاتلت النظام، لا يمكن أن تقبل وجود النظام في هذه المناطق، ولا نخشى أيضا النظام في حال حاول النظام. لا نخشى النظام، نحن حربنا حرب وجود أو لا وجود، أما الحياة بعز أو الموت بكرامة. هو لأنه كان في بعض شيوخ العشائر تعلم موالي للنظام ويعني أعلنوا دعمهم. هذه المقاومة الحالية، الحراك الشعبي، مثل الثورة أول ما بدت، هذه ما هي ثورة شيوخ. الشيوخ موجودين ما شاء الله الحمد لله، وفي منهم أعلن موقفه، لكن هذه ثورة شباب ثائر مدافعين عن أرضهم وأعراضهم. الشيخ اللي يقف الآن مع أهله وناسه التاريخ يسجل وما يرحم، والشيخ اللي بده يقف مع المواقف الذل مع النظام ولا مع قسد، هذا أيضا التاريخ يسجل والتاريخ لا يرحم. وأنا من هذا المنبر الكريم دعني أحيي أبطالنا، أبطال أبناء العشائر، أبناء قبيلة العقيدات وكل عشائرها وعشيرة المكير وعشيرة المشاهدة وقبيلة البقارة ومنهم الحمد عابد والوخابور وكل عشائر المنطقة الذين وقفوا الآن وقفة عز في ساحات الوغى لطرد المحتلين. لكن يعني مواقف مشايخ العشائر هذه نفسها أو حتى بعض القبائل يعني ومنها العشائر المتفرعة منها يعني مختلفة. نعم، يعني ليسوا الجميع في صف واحد، صحيح؟ نعم مختلفة صحيح كتركيبة عشائرية، لكن الغالبية الآن غالبية أبناء المنطقة، يعني إذا نحكي على الشباب على أهالي المنطقة، الكل يرفض وجود
عصابات قنديل في المنطقة ويرفضون النظام في المنطقة. موضوع الشيوخ إذا في واحد اثنين مستفيد من قسد أو الآخر موالي للنظام هذا موضوع يخصه، لأنه هذا التاريخ راح يسجله وحتى عشيرته راح تتبرى منه، التاريخ لا يرحم. طيب عميد نبيل، قسد فرضت حظرا للتجوال ابتداء من صباح اليوم ل 48 ساعة، ما المتوقع بعده؟ هل يمكن، هل تحضر مثلا هي لعملية عسكرية لاقتحام لاستعادة السيطرة مثلا؟ يا رب تعيد السؤال. والله قسد فرضت حظرا للتجوال منذ صباح اليوم لمدة يومين، ما المتوقع بعده؟ هل هناك احتمال تتوقعون مثلا عملية عسكرية من قوات سوريا الديمقراطية؟ طيب يا أخي الكريم، بدي أسألك سؤال، يعني أنت كإنسان عادي ما لك علاقة بها، يعني قسد، نحن بدنا نميز الأكراد السوريين أبناء سوريا، هؤلاء مواطنين يحق لهم الحديث ويحق لهم المطالب، وحتى لو طالبوا بحكم ذاتي هذا حق من حقوقهم المشروعة اللي يكفلها الدستور، يطالبون بحقوقهم. لكن الحديث اليوم قسد رجال جبال قنديل، هذولا اللي اجونا مع أجهزة مخابرات متعددة ودخلوا إلى الفرات، ماذا يفعلون في الفرات؟ يعني لماذا وجودهم في الفرات ضد بشار الأسد؟ هذه كذبة كبيرة. هم جاءوا بدعم إيراني ودعم من بشار لتطويق الحراك الثوري في الفرات، واستطاعوا بحجة محاربة داعش وقتال داعش استطاعوا أن يتمدمدوا في الفرات، والسكان الفرات شعب طيب ويتقبل أي إنسان لما يسمع منه كلام جيد. فهم أول ما أجوا حكوا بالديمقراطية وأنه راح نسوي مؤسسات ونحن ما جايين نحكمكم وكذا، لكن الممارسات اللي خلال سنوات اللي مارستها قسد في المنطقة تبين أنه ممارسات تنم عن عنصرية وعن إيديولوجية حاقدة على العرب وعلى الفرات. لذلك اليوم القبائل أخذت زمام المبادرة، وثق يا أخي الكريم أن القبائل لم تتراجع، واللي بده يتأكد من الموضوع يدرس تاريخ هذه القبائل، تاريخها القديم وحربها مع الدول ومع غيرها من الناس. لذلك احنا اليوم يا أخي الكريم، يعني شرعا وقانونا وأخلاقا حقنا الطبيعي أن نطرد أهل جبال قنديل، حقنا الطبيعي هذا، حق أبناء منطقة، نحن أرضنا هاي وهذا فراتنا وهذا عرضنا وأموالنا. طيب هل من المعقول اليوم أي دولة تقبل يجي شعب من برا بيفوت عليها وأنه أنا بدي أسوي لكم ديمقراطية؟ نحن في القبائل في كوادر رائعة، كوادر سياسية وكوادر عسكرية من الضباط المنتمين للجيش اللي انشقوا من الجيش السوري، وعندنا كوادر علمية وعندنا كل شيء. طبعا الى قيادات يعني حزب العمال الكردستاني هي التي يعني قدمت من خارج سوريا. شكرا لك العميد طبعاً. نبيل الدندل احد شيوخ قبيلة العقيدات في دير الزور، كنت معنا من جنيف، وهنا في الاستوديو الشكر الجزيل للشيخ محمود الشبن الجار الله المتحدث باسمي عشائر دير الزور. شكرا جزيلا. بعد الفاصل مشاهدينا ننتقل إلى المحور الثاني واستمرار الاحتجاجات في السويداء.